مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج كشك الصحافة، وفيها أكثر الأخبار تداولا. تقرير طبي يؤكد الصحفي محمد العبسي مات مسموما. ومن موقع إخباري، ميليشيا الحوثي تقتحم منزلا في إب بحجة البحث عن مواطن أطلق النار في أحد الأعراس. محافظ أبين لصحيفة الاتحاد: الكتائب العسكرية التي تخلت عن أبين قبل يومين لن تعود إليها. ومن الصفحة الأخيرة لصحيفة القدس العربي: علماء يعثرون على قارة تائهة. أهلا بكم، والبداية من التقرير الخاص بوفاة الصحفي محمد العبسي، والذي توصل إلى أن الصحفي محمد العبسي توفي مختنقا بغاز أول أكسيد الكربون. ووفقا لموقع عدن الغد، فقد تسلمت إدارة المختبرات والأدلة الجرمية بالعاصمة الأردنية عمان عينة من جثمان الصحفي، وأكدت استلامها سليمة، وبدأ فحصها، ثم سلمت النتائج إلى فريق المتابعة الذي نقلها بدوره مختومة ومغلقة إلى صنعاء يوم 29 يناير 2017 وسلمها إلى الطبيب الشرعي. ونصت نتائج التحقيق أن وفاة الصحفي محمد عبد العبسي كانت بسبب التسمم والاختناق بغاز أول أكسيد الكربون، حيث وجدت مادة الكربوكسي هيموغلوبين في الدم بنسبة تشبع 65% التي تعتبر قاتلة. وإلى موقع الوحدوي نت، والذي عنون في صفحته الرئيسية: رابطة أمهات المختطفين تدعو إلى إدانة حوادث الاعتداءات التي تطال أمهات المساجين. وقال الموقع إن رابطة أمهات المختطفين بصنعاء دعت المنظمات العاملة في مجال المرأة إلى إدانة الاعتداءات التي تطال الأمهات في كل السجون. وقالت الرابطة في بيان صادر عنها: ندين هذه الحادثة التي تتكرر في عدد من السجون، حيث تتعرض الأمهات والزوجات للضرب والتعدي من قبل حراس السجون رغم وجود شرطة نسائية تقوم بعملية التفتيش. وناشد البيان إنقاذ الأمهات مما يتعرضن له أمام بوابات السجون من اعتداءات تطالهن في كل السجون. يتابع الموقع: يأتي هذا البيان بعد تعرض والدة أحد نزلاء السجن المركزي بصنعاء يوم الجمعة الماضية إلى اعتداء جسدي ولطمها من قبل حراسة السجن المركزي. ضحايا الحروب في العالم هم الفئات الأضعف في المجتمعات، وفي مقدمتهم النساء والأطفال الذين يتحولون إلى أرقام في تقارير المنظمات الدولية المعنية، وجرس إنذار يقرع الخطر ويقيس حجم مأساة وتداعيات الصراعات المسلحة. هكذا بدأ مأرب الورد مقاله المنشور في صحيفة العرب القطرية. في غمرة العمليات العسكرية وسعي كل طرف لتعزيز مكاسبه الميدانية لفرض شروطه في طاولة المفاوضات، يصبح الحديث عن المدنيين وتحديدا مأساة الأطفال كمن يغرد خارج السرب. لا أحد يسمع له أو لديه الاستعداد للتعاون مع مطالبه. هذه حال أطفال اليمن الذين لا بواكي لهم، مع وفاة 63 ألف طفل دون سن الخامسة عام 2016، مقارنة مع 53 ألف طفل في عام 2014 بحسب منظمة اليونيسيف، التي قالت إن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع هذه الحصيلة كان يمكن منعها لصلتها بسوء التغذية. تقول ميرتشي الريلانو ممثلة اليونيسيف في اليمن: إن ما يقلق المنظمة هو سوء التغذية الحاد الشديد، لأنه يقتل الأطفال. مع ارتفاع أعداد المصابين به نتيجة انهيار النظام الصحي وفقدان مكتسبات تحققت بهذا القطاع على مدار 10 سنوات جراء الحرب والأزمة الاقتصادية، والأطفال ليسوا وحدهم المتضررين من أزمة سوء التغذية، فهناك الحوامل والمرضعات يتوزعن على 3 محافظات هي صعدة في الشمال والحديدة في الغرب وتعز في الوسط. وإلى أهم ما جاء في موقع المشاهد نت، والذي عنوان: عدن تسلم مرتبات معلمين في صنعاء
فصلهم الحوثيون. وقال الموقع: موظفون بوزارة التربية والتعليم في صنعاء اشتكوا تعمد ميليشيا الحوثي إسقاط أسمائهم من كشوفات المرتبات، الأمر الذي فسر على أنه خديعة وقعت فيها الحكومة الشرعية من قبل جماعة الحوثي. وزير التربية والتعليم قال إن من تقدموا بالشكوى استلموا مرتباتهم مطلع الأسبوع من ذات المصرف الذي وزعت عبره المرتبات للجميع. ووعد الوزير عبد الله لملس بالتأكد من الحالات التي تبقت ولم تتسلم مرتباتهم حسب كشوفات ديسمبر 2014، وقال إنه سيتم الرفع بأسمائهم إلى لجنة مختصة بهذا الخصوص لصرف الرواتب بشكل عاجل. وعن مرتبات شهر يناير، قال وزير التربية للمشاهد إن مرتبات يناير سيتم صرفها عندما يتم استكمال صرف مرتبات ديسمبر 2016 الخاص ببقية المحافظات، وأشار إلى أن الترتيبات جارية لصرف مرتب شهر ديسمبر لبقية المحافظات في الأيام القادمة. شهدت جامعة الدمار خلال الآونة الأخيرة اضطرابات كبيرة في العديد من الكليات، أبرزها كلية الطب والهندسة والحاسبات والتربية. ووفقا لموقع الموقع بوست، فقد أصبحت الجامعة تشكل نقطة خطر على ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح بمحافظة دمار. يضيف الموقع: مؤخرا توالت الاستقالات بجامعة دمار من قبل عمداء الكليات بالجامعة، كان آخرها استقالة عمادة كلية الهندسة على خلفية التصرفات الهمجية التي تقوم بها ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح. ومنذ اللحظة الأولى لسيطرة الميليشيات على الجامعة، سعت الميليشيا إلى تسريح عشرات الدكاترة وأصحاب الدرجات العليا، وعملت على توظيف أنصارها في مختلف مرافق الجامعة من خلال إصدار عشرات القرارات للموالين لها. ويقول الموقع بوست إن أغلب من تم تسريحهم قيادات في حزب المؤتمر الشعبي العام. ذات القرية كانوا قد هاجموها منذ أيام، لكن عناصر ميليشيا الحوثي كرروا الهجوم من جديد. وفقا لموقع المصدر أونلاين، فإن المسلحين الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق صالح داهموا منطقة ضروان بمديرية همدان واختطفوا 9 مدنيين من المعارضين لهم. وقال سكان محليون وشهود عيان للمصدر أونلاين إن الحوثيين داهموا القرية في محاولة لاختطاف أحد المواطنين، لكن الأهالي رفضوا تسليمه واستعدوا لمواجهة المسلحين الحوثيين. لكن الحوثيين عززوا قواتهم ب4 عربات، يعني أطقم، توزعوا في القرية واستحدثوا نقاط مسلحة في الطرقات عند مداخل القرية ومنعوا الدخول والخروج منها، وانتشروا بين مزارع القات وداهموا عشرات المنازل. وفي حادثة مماثلة اقتحمت ميليشيا الحوثي وصالح منزل مواطن بمحافظة إب وسط اليمن، وأفادت مصادر محلية لموقع الصحوة نت بأن ميليشيا الحوثي وقوات المخلوع صالح حاصرت منزل المواطن عبد الناصر السريحي بمدينة إب عاصمة المحافظة وروعت الأطفال والنساء. وأكدت المصادر اقتحام منزل السريحي دون إبداء أسباب حقيقية للاقتحام سوى اتهام السريحي بإطلاق رصاص في عرس بحارته، رغم أن الأخير نفى وجود عرس أصلا أو أن يكون ارتكب أي شيء من الاتهامات الموجهة إليه. يضيف الموقع: تمارس ميليشيا الحوثي وصالح انتهاكات يومية بحق أبناء محافظة إب، بلغت 410 انتهاك وجريمة خلال يناير الماضي بحسب تقارير محلية. وقبل قراءة أهم ما ورد في صفحات الصحف العربية، نذهب إلى فاصل قصير، ابقوا معنا. سرد قائد الفرقاطة السعودية التي تعرضت لهجوم قبالة سواحل الحديدة ما حدث الأسبوع الماضي، ونقلت صحيفة العرب الجديد عن قائد السفينة العقيد بحري عبد الله بن محمد الزهراني قوله إن السفينة كانت تقوم بدورها أمام ميناء الحديدة على بعد 20 ميلا بحريا. وأضاف الزهراني متحدثا لوسائل الإعلام: كانت الإصابة عبارة عن انفجار بجانب السفينة وصل تأثيره إلى السفينة، ومن ثم تابعت السفينة مسيرتها بمنطقة العمليات على مدى 7 أيام إلى أن وصلت لقاعدة الملك فيصل البحرية بكل أمن وسلامة. من جهته كشف مدير عمليات الأسطول الغربي العميد بحري ركن دعار الحربي أن سفن التحالف مسؤولة عن الساحل اليمني بجزئيه الغربي والشرقي والممتد على مسافة 1000 ميل بحري، أي ما يعادل 1852 كيلومتر، والتي من ضمنها مكان الهجوم. وأضاف الحربي قائلا إن من مهام سفن التحالف وواجباتها إدخال السفن التجارية المصرح لها من مركز التحالف
التحقيق والتفتيش بجيبوتي، والتي تشرف عليها الأمم المتحدة بالتنسيق مع خلية الإجلاء والمساعدات الإنسانية بالرياض. ميدانيا، صحيفة الخليج الإماراتية تقول إن الجيش يواصل التعامل مع ألغام الميليشيات في المخا. وتضيف الصحيفة: تواصلت المواجهات بين قوات الشرعية وجيوب الميليشيات الانقلابية المتحصنة في بعض مناطق مديرية المخا الساحلية، بالتزامن مع توجيه مقاتلات التحالف العربي ضرباتها الجوية على مواقع ما زالت في قبضة الميليشيات التي تخسر عناصرها في هذه المعركة. تضيف الخليج إن مقاتلات التحالف العربي شنت أكثر من 20 غارة جوية على الميليشيات في الميناء ومعسكر القطاع الساحلي ومعسكر الزهاري، وتتقدم قوات الشرعية في الأحياء الشمالية للمخا بعد نزع الألغام في الطرقات والمباني. وشهدت منطقة الحالي مواجهات عنيفة، فيما تقوم قوات الشرعية بتمشيط بعض الجيوب في المنطقة مع التفافها من الخط الدائري الشمالي بغية تضييق الخناق على الميليشيات المتواجدة في منطقة الكورنيش. قبل ما يزيد عن ربع القرن انهارت إمبراطورية وتبدل العالم، وأظن أن كثيرين حدثوا أنفسهم أو تكلموا مع غيرهم عما إذا كان القدر كتب حياتهم في لحظة نادرة. هكذا يقول حسن العديني في مطلع مقاله الذي نشرته صحيفة الخليج، وقال في جزء منه: وحده هذا الوجه من العولمة وجد طريقه إلى النور، انتقال البضائع والخدمات لإغراق أسواق الدول الأقل نمواً. أما حركة الناس فإن المأساة مجسدة في المهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون ظروفا غير إنسانية، بينما يغرق آخرون في البحر أو يتم إنقاذهم ليعودوا إلى أوطانهم مهتمين بمغامرة أخرى، لأن شبح الموت في البحر أخف من هوان العيش في ذل الفقر. ومن المفارقات أن مؤتمرا للديمقراطيات الناشئة رعته الولايات المتحدة عقد في العاصمة اليمنية صنعاء، ثم تبين أنها كانت ديمقراطيات ناشبة الأظافر، لأن ما يجري في اليمن الآن كما في بلدان كثيرة يؤكد أن توليد الديمقراطية على طريقة أطفال الأنابيب لم يكن سوى نكتة سخيفة، كما العولمة كانت كذبة كبرى يطيحها قرار من رئيس الدولة الأعظم الذي يفتتح عصرا جديدا سوف يجد من ينحت اسما له. لكن ملامحه تتشكل بانعطاف حاد نحو اليمين المقيت الذي يدفع بمارين لوبان إلى صدارة المنافسة الرئاسية في فرنسا، وتنشط الحروب الصليبية بطرائق جديدة. فكما اخترع الغرب العدو البديل للسوفيت، وزع بذرة القاعدة وداعش في أفغانستان، فإنه يعمل بقوة على خلق عدو آخر. بعد الحرب الباردة وبعد العولمة يبدو أن عالما جديدا يتخلق. ما مدى عمق هذا التحول؟ ليس الأمر بادي الوضوح، لكن المؤكد أن حروبا كثيرة ستنشب، وأن الصين التي استفادت من العولمة ستتضرر، ومعها إيران الغارقة في الشوفينية والأحقاد التاريخية. أكد محافظ أبيان الخضر السعيدي أن الأوضاع الأمنية تحت السيطرة عقب الهجمات الإرهابية التي شنتها عناصر تنظيم القاعدة على عدد من المدن الرئيسية وعلى رأسها مديرية لودر خلال الأيام الماضية. وقالت صحيفة الاتحاد إن المحافظة نفى سيطرة القاعدة على مدينة زنجبار مركز المحافظة، مضيفا أن كل المكاتب التنفيذية والخدمية تمارس نشاطها وبشكل اعتيادي في زنجبار وبقية المديريات، وفي وضع أفضل من بعض المحافظات الأخرى عدا بعض الإخفاقات في الجانب الأمني. وأوضح محافظ أبيان أنه تم التوجيه بدعم وتجهيز القوات الأمنية والعسكرية في مديرية لودر بالعتاد للوقوف ومواجهة كل العناصر الضالة والخارجة عن النظام والقانون، وللوقوف ضد أي جماعات، مؤكدا أن الكتائب التي انسحبت مؤخرا من قوات الحزام الأمني سوف تحل محلها كتائب أخرى، داعيا أبناء أبيان إلى التكاتف والوقوف بحزم أمام كل التهديدات وعلى رأسها الإرهاب. عن دور إقليم تهامة في الثورات الشعبية التي انطلقت دفاعا عن الكرامة والحرية والحقوق، كتب علي محمد العقبي مقالا عن الإقليم المنسي. أبناء إقليم تهامة من أوائل مشعلي ثورة فبراير الشبابية الشعبية السلمية، كان أبناء هذا الإقليم هم الأكثر حضورا والأكثر تضحية، وإلى يومنا هذا وأبناء هذا الإقليم في كل جبهات الوطن شماله وشرقه وجنوبه وغربه يسطرون أروع البطولات والتضحيات.
قدموا نماذج عدة في حرب تحرير اليمن من قبضة الميليشيات الانقلابية، ولا زالوا يتطلعون إلى العمل على أن يكون إقليم تهامة الإقليم الأول في الجانب المعرفي والجانب العملي والتطور لما يمتاز به هذا الإقليم من مناطق ساحرة وجذابة، بالإضافة إلى أهم عامل وهو الإنسان الذي يسكن هذا الإقليم والذي يحب التنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية. كل ما يطلبه أبناء هذا الإقليم هو العيش الكريم ومزيد من الحرية والنهضة التنموية في مختلف المجالات. يميلون إلى السلم والأمن، لم يحملوا السلاح إلا اضطرارا لمواجهة مشروع الموت والدمار. لقد تعرضوا للتهميش والنسيان من قبل حكومات المخلوع المتعاقبة رغم الثروات الهائلة التي يتم حصادها من أرض تهامة، سواء كانت ثروة سمكية أو زراعية أو حيوانية أو غيرها. إلى صحيفة البيان والتي أوردت في أخبارها الدولية، واشنطن تراجع الاتفاق النووي مع إيران. وقالت الصحيفة إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلنت أنها تعكف على إعادة تقييم الاتفاق النووي مع إيران بعد أيام من فرض واشنطن مجموعة من العقوبات الجديدة على طهران. وقال نائب الرئيس الأمريكي مايك بينس إنه سيكون من الأفضل لإيران أن تدرك أن هناك رئيسا جديدا في المكتب البيضاوي، ومن الأفضل لإيران ألا تختبر حزم هذا الرئيس الجديد. وأثارت هذه التصريحات التساؤلات عما إذا كانت واشنطن ستتخلى عن التزاماتها بموجب الاتفاق النووي مع إيران. وقال بينس: الإيرانيون حصلوا على اتفاق، نعتقد الرئيس وأنا وإدارتنا أنه اتفاق سيء للغاية. وإلى أكثر الأخبار قراءة، والذي جاء في صحيفة القدس العربي: علماء يعثرون على قارة تائهة. وقالت الصحيفة إن فريقا دوليا مشتركا من علماء الجيولوجيا الألمان والنرويجيين عثروا على قارة مفقودة تغمرها المياه أسفل جزيرة موريشيوس في المحيط الهندي قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لقارة أفريقيا، كما وجدوا بلورات من الزركون داخل الجزيرة بعضها يعود إلى 3 بلايين سنة. ووفقا لما يراه العلماء من أن جاذبية الأرض ليست موحدة في جميع أنحاء العالم، فكانت دائما الجزيرة تلفت انتباه الجيولوجيين وغيرهم من العلماء بسبب قوة الجاذبية، وهو ما تحقق بعد العثور على القارة المفقودة التي أعادت للأذهان أسطورة أطلانتس. الديمقراطية هي الحل، تحت هذا العنوان كتبت سوسن جميل حسن مقالها المنشور في العربي الجديد. تقول حنا أرندت إن الرجال الأفراد الذين لا يجدون إلى جانبهم آخرين يدعمونهم لا يكون لديهم ما يكفي من السلطة لاستخدام العنف استخداما ناجحا. كما تقول: العنف بحاجة إلى توجيه وتبرير في طريقه إلى الهدف الذي يتبعه، بحاجة إلى تبرير يأتيه من طرف آخر. وليس القرار الذي أصدره الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب بمنع مواطني 7 دول مسلمة من دخول الولايات المتحدة إلا ترجمة فاجرة للعنف، وتطبيقه بصورة بشعة فيها حد كبير من الوقاحة والاستهتار بالقيم الإنسانية وبالمبادئ التي من المفترض أن الدولة التي منحه شعبها الثقة تتبناها، طالما أن الدافع وراء قراره هذا هو العنصرية بأبشع صورها وبأكثر نهاياتها خطورة، فهي ستكون الفتيل الذي سيزيد إضرام حرائق العنف عدا النتائج الأخرى التي لا مجال لسردها هنا. فتعطيل حياة 10,000 من الناس وحجزهم في المطارات ومنعهم من دخول أراضي الولايات المتحدة يحمل كثيرا من الأذى الموزع على هذه الآلاف وغيرهم ممن رفضت شركات الطيران أن تقلهم بسبب قرار المنع هذا بالدرجة نفسها من القسوة. هذا سلوك عنيف تدينه القرارات الدولية ومواثيق حقوق الإنسان ومنظومات القيم والأخلاق الإنسانية. فإذا عدنا إلى مقولة حنة أرندت، يمكن القول إن ترامب ليس متفردا في قراره المستبيح كرامات الناس والمنتهك لها، بل يقف خلفه لوبي يميني متطرف متجذر في المجال الأمريكي العام وفي العالم أيضا، له وزن وثقل مهمان بما يملك من ملاءة وسطوة اقتصادية. في جولتنا المصورة نتابع مجموعة مختارة من أبرز وأهم الصور الرياضية والسياسية والثقافية في قارة أفريقيا خلال أسبوع، والتي نشرتها شبكة البي بي سي. نتابع.
مشاهدينا، وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نترككم مع مجموعة من رسوم الكاريكاتير. إلى اللقاء.